حياكم الله مشاهدينا مجددا، ومن الأجندة إلى الشارقة للتمكين الاجتماعي، حيث تستمر الجهود في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي على قدم وساق لتوفير الحياة الكريمة للأيتام ولتلبية كافة احتياجاتهم المادية والنفسية وأيضا الاجتماعية، وذلك من خلال عدة مشاريع أطلقتها المؤسسة. للحديث أكثر عن هذه المشاريع يسعدنا أن نستضيف اليوم في استوديو أماسي الأستاذة مريم الضنحاني تنفيذي اتصال مؤسسي في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. أهلا ومرحبا بأستاذة مريم. حياك الله. يعطيكم ألف عافية بالتأكيد. الله يعافيك. يعني في البداية خلينا نتكلم أستاذة مريم عن برنامج كافل. نعم. هذا البرنامج اللي أعتقد هو حديث من نوعه. خلينا نتكلم عن هذا البرنامج، كيف أتت فكرة البرنامج؟ كيف انطلق أساسا هذا البرنامج؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شاكرين لكم هذه المقابلة اليوم. بالنسبة لمشروع كافل هو أحد المشاريع التي منبثقة من برامج التمكين الاقتصادي. نعم. طبعا مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تعنى بالأيتام والأوصياء معا، وتقدم لهم مجموعة من البرامج وأوجه ثمان أوجه للتمكين، شاملة الدعم المادي والمعنوي للابن اليتيم والوصي على حد السواء. بالنسبة للتمكين الاقتصادي من خلاله نحاول أن نغطي احتياجات الأسرة اليتيم ماديا، وتوفير المساعدات المادية التي يحتاجها الابن اليتيم والوصي معا. انبثق مشروع كافل وهو عبارة عن توفير يعني مادة مستلزمات، توفير الدخل مستمر للابن اليتيم بشكل شهري يقدم لكل ابن يتيم منتسب للمؤسسة. طبعا هذا المشروع انطلق من قول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والإبهام. نعم. السبابة والوسطى. نعم. فالمشروع بحد ذاته يقدم دعم مادي للأسرة اليتيم واستقرار معيشي له بما يمنحه من تقديم هذا المبلغ المستمر في شهريا. طبعا الحديث في هذا المشروع منذ إنشاء المؤسسة من 2002، لكن الحديث في هذا المشروع وجود أيضا كفالة تعليمية عن طريق مشروع علم بالقلم. هذا المشروع يعني يوفر للطالب اليتيم المنتسب للمؤسسة كفالة تعليمية أيضا بقيمة 300 درهم، لكن يغطي احتياجاته الأكاديمية والدراسية. نعم. منذ مراحل الدراسية الأولى إلى حين انتهائهم من الجامعة. جميل جدا. نعم. خليني أرجع بس من بداية حديثك أستاذة. نعم. مريم، أنت ذكرتي أن المؤسسة تغطي ثمانية أوجه. نعم. للتمكين. نعم. إحنا اليوم هدفنا نعرف بالمؤسسة ونعرف بمشاريعها وبالمجهود الكبيرة اللي تبذلها مؤسسة التمكين الاجتماعي. نعم. خلينا نعرف السادة المشاهدين على هذه الثمانية أوجه إذا ممكن. نعم. طبعا أولى أوجه التمكين هو التمكين الاقتصادي كما أسلفت، ونوفر دعم مادي ودخل ثابت لكل أسرة. التمكين الثاني هو التمكين الأكاديمي، نهتم بتعليم الابن اليتيم. نعم. يعني يتحدى كل المصاعب اللي تواجهه ليكمل مسيرته التعليمية. نعم. أيضا لدينا التمكين المهني، نحاول أن نؤهل ابن اليتيم حتى يعني يكون لديه مهنة مستقبلية. نعم. عن طريق الدورات والبرامج التي تؤهله لذلك. أيضا لدينا التمكين النفسي التي نهتم فيه بنفسية الابن اليتيم. لدينا متابعات مع المدرسة ومتابعات شخصية مع الأم ومع اليتيم نفسه. نعم. لنتعرف على مشكلاته وبالتالي أن نقدم له الخدمات، الدعم النفسي. نعم. نحن بنتكلم أكثر بالتأكيد. نعم. أستاذة مريم، لكن عندنا فاصل قصير، مشاهدينا متواصلين وإياكم بعد هذا الفاصل.
حياكم الله إذا مشاهدينا، ما زلنا مستمرين طبعا في حديثنا مع ضيفتنا في الاستوديو أستاذة مريم الضنحاني، تنفيذي اتصال مؤسسي في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، للحديث عن برنامج كافل. حياك الله أستاذة مريم مرة أخرى. أستاذة مريم، خلينا نتكلم عن الفئات اللي يستهدفها برنامج كافل بالتحديد. من هي هذه الفئات؟ كيف يتم استقبال كذلك أيضا ربما الحالات أو هذه الفئات؟ نعم، نستهدف في مشروع كافل شريحة الأيتام من فاقدي الأب والمقيمين في إمارة الشارقة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. طبعا الأيتام في مدينة الشارقة وضواحيها، المنطقة الوسطى أيضا الشرقية. والمنطقة الشرقية. نعم. كيف يتم استقبال الحالات عادة وتسجيلها في المؤسسة؟ طبعا أحيانا الأسرة من نفسها تتوجه للمؤسسة، وأيضا من خلال تواصلنا مع المدارس الحكومية هم يزودون بقائمة الأبناء الأيتام الموجودين عندهم، فيسهل علينا التواصل بذلك مع الأسر، مع هذه الأسر، ومن ثم التسجيل في، يعني يأتون للتسجيل في المؤسسة. حلو، يعني في تواصل من بينكم بين المؤسسات الثانية الحكومية. نعم. وبالأخص. نعم. طبعا المدارس. نعم. حتى يتم الإبلاغ وكذلك أيضا حصر كل الحالات. نعم. ربما المستفيدة من. نعم. برنامج كافل في إمارة الشارقة بشكل كامل. نحن اليوم نتكلم. نعم. عن كل مواطن وكل مقيم في إمارة الشارقة من حقه طبعا أنه ينتسب لبرنامج كافل التابع لمؤسسة تمكين. نعم. الاجتماعي. اليوم أستاذة مريم إذا بنتكلم عن عدد المستفيدين من هذا البرنامج، برنامج كافل، كم بلغ عددهم لين اليوم؟ نحن. نعم. نتكلم عن من 2002. نعم. لين اليوم. طبعا أعداد الأيتام في زيادة مستمرة شهريا. وكل شهر طبعا عندما يصل اليتيم إلى مرحلة التمكين إما بالزواج أو بالحصول على وظيفة، فهو يعني يسقط عنه هذه الكفالة. فالأعداد متغيرة شهريا. حاليا لدينا في إمارة الشارقة ما يقارب 1859 يتيم، وفي المنطقة الوسطى 126 يتيم، أما المنطقة الشرقية 359 يتيم. يعني أكثر من. نعم. 2000 يتيم في. نعم. مجتمعين في الإمارة، في إمارة الشارقة تخطينا 2000 أساسا. نعم. مجتمعين في إمارة الشارقة تعنى بهم مؤسسة تمكين الاجتماعي. نعم. اليوم نبغى نتحدث كذلك أستاذة مريم عن شكل المساهمة ربما اللي ممكن يقدمونها أفراد المجتمع بشكل عام لهذا البرنامج. كيف تتم المساهمة؟ كيف تقبل كذلك أيضا المساهمة؟ وكيف يتم الترويج والإعلان كذلك أيضا عن هذا البرنامج؟ نعم، طبعا المساهمة في هذا البرنامج عن طريق عدة طرق. أولا الكفالة البنكية، الكفالة البنكية عن طريق استقطاع نقدي بقيمة 300 درهم يحق للكافل ان يعني هي تكون لمده سنه. ويعني تستمر، ممكن تستمر تستاهيل البنكيه تستمر. لحد ما يعني الكافل يتعرض لظروف او يعني يمتنع عن هذا عن الكفاله. ايضا لدينا الكفاله النقديه، بامكان الكافل ان يقدم مبلغ نقدي بقيمه 3600 درهم. تحددون مبالغ استاذه مريم؟ نعم، لانه شهريا 300 درهم. ففي حال حب الكافل ان يقدم الكفاله نقديه لعام كامل يقدم 3600 درهم، او يعني يقدمها عن طريق شيكات مثلا لتغطي هذه القيمه. لدينا طريقة أخرى أيضا للمساهمة فقط في المشروع الكفالة بشكل عام. اللي هو عن طريق الرسائل النصية SMS. بإمكانه أن يساهم بعشر دراهم أو 50 درهم أو 100 درهم حسب رغبة كل شخص. جميل. نعم. شو هي الأرقام اللي تتذكرينها سادة؟ نعم. مريم؟ طريقة المساهمة إرسال كفالة، اسم كفالة لمشتركي اتصالات ودو، كلمة كفالة، كلمة كفالة. نعم. للأرقام التالية، في حال حب انه يتبرع بعشر دراهم يرسل كلمة كفالة الى الرقم 4553. وفي حال حب انه يتبرع بخمسين درهم يرسل كفالة الى الرقم 7880. اما في حالة انه حاب يتبرع بمبلغ 100 درهم في هذا المشروع يرسل اسم كفالة الى 7880
7881. يا ريت يا شباب تنزلون بس الأرقام اللي ذكرناها الآن على الشاشة، اللي حاب طبعا انه يصورها من شاشتنا ممكن انه يصورها. اعتقد انه اسهل لو دخلتوا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، راح تلاقون فيه كل المعلومات المطلوبة لأي شخص حاب انه يقدم تبرع، سواء كان عن طريق الأرقام اللي ذكرتها أستاذة مريم، سواء كان عن طريق يعني اتصال هاتفي وتقديم المبلغ نقدا او تشيكات مثل ما ذكرت أستاذة مريم، او حتى عن طريق التحويل الشهري عن طريق المصارف اللي موجوده في الدوله. وبعد مشروع علم بالقلم بيكون نفس الطريقه، هو فقط ان مشروع علم بالقلم خاص في التعليم كفاله طالب علم، اما الكفاله العاديه هي دخل، يكون دخل ثابت لليتيم بقيمة 300 درهم شهريا. جميل. علم بالقلم نحن بنتكلم عنه بالتأكيد بشكل مفصل، لكن خلينا نتكلم إذا كان في شروط معينة تشترطونها تكون في الكافل. أستاذة مريم. طبعا الحمد لله مشروع الكفالة لا يعني لا يحتم شروطا قصرية مثلا على الكافل بأنه يستمر في الكفالة. بإمكان الكافل أن يكفل يتيم أو أكثر من يتيم، وبإمكانه أن يتوقف عن الكفالة متى ما شاء، يعني حسب ظروف كل كافل. فلا توجد هناك يعني شروط قصرية عليه أو مجبرة. ما في أي نوع من الشروط ربما للكافل اللي بيقدم طبعا مساهمة لهذا البرنامج. أيضا خلينا نرجع نتحدث يمكن بشكل مفصل عن برنامج علم بالقلم، وهذا البرنامج هو برنامج جديد من نوعه. يمكن برنامج كافل انطلق مثل ما ذكرتي من 2002، يعني برنامج ما شاء الله استمر لفترة طويلة. لكن برنامج علم بالقلم هو برنامج جديد من نوعه، انطلق أعتقد العام الماضي أو اللي يسبقه. العام الماضي. الهدف من اطلاق هذا البرنامج استاذة مريم شو كانت ابرز واهم الاهداف من اطلاق هذا البرنامج بالمصاحبه او بالتزامن مع برنامج كافل؟ طبعا نحن في مشروع علم بالقلم اردنا ان نرتقي بالعمل المؤسسي الانساني والاجتماعي الذي نقدمه لفئه مهمه في المجتمع، واردنا ان نواكب احتياجاتهم والصعوبات التي يواجهونها في التعليم. فاطلقنا مشروع علم بالقلم لدعم تعليم الأيتام بالدرجة الأولى. المشروع يدعم التعليم ويعني يسهل جميع الصعوبات التي تواجه الابن اليتيم في أثناء دراسته. وتقدم هذه الكفالة بقيمة 300 درهم أيضا، تدخل في حساب المؤسسة، ونقدم من خلالها للابن اليتيم العديد من البرامج الأكاديمية التي تدعم تعليمه. وهذه البرامج هي سداد رسوم دراسية والمساهمة في المنح الجامعية. أيضا لدينا مشروع القرطاسية المدرسية التي تقدم لكل طالب يتيم موجود عندنا في المؤسسة. أعتقد هذا ما بداية العام، بداية مطلق. كل عام دراسي نقدم له كوبونات ليشتري مستلزماته المدرسية يعني باختياره، لا نجبره على شكل معين من الحقائب أو المستلزمات. أيضا لدينا دروس التقوية للأبناء المتأخرين دراسيا. حلو. الحمد لله. أيوة. وأيضا لدينا دورات أكاديمية. دروس التقوية أستاذة مريم في المدارس يكون في تعاون بينكم بين المدارس؟ كان في آخر واحد يعني في فترة الماضية. الامتحانات السابقة تعاون معنا مجلس الشارقة للتعليم. حلو. يعني وفر لنا معلمين متطوعين للأبناء، ووفر لنا المدرسة لكي يجتمع فيها الطلاب والمعلمين، كما أيضا وفر المواصلات من البيت، من بيت اليتيم إلى المدرسة وبالعكس. أيضا في تعاون في معاهد كثيرة في إمارة الشارقة أيضا وفي المناطق التابعة لها. نعم. في العديد من المدرسين ما شاء الله والمعاهد التي تطوعت والتي بادرت واللي أعطتنا تخفيضات عشان ندرس الابن اليتيم. جزاكم الله ألف خير طبعا أستاذة مريم، مجهود كبير يبذل من أجل ربما الارتقاء باليتيم، من أجل نقل هذا اليتيم من مستوى معيشي إلى مستوى معيشي آخر. ما أعتقد أن في نقطة أو جانب أهمل، وأهم جانب هو جانب التعليم. في مشروع علم بالقلم نحن ما نتكلم فقط عن دراسة اليتيم حتى يكمل
الصف الثاني عشر أو مرحلة الثانوية العامة. نعم. نحن نتحدث أيضا عن المرحلة الجامعية اللي أيضا مهمة في حياة اليتيم. بالضبط، مهمة. نعم. في حياة كل طالب. صحيح. أنتم تكفلتم كذلك أيضا بالمرحلة الجامعية، ودائما سعيتوا أن يحصل كثير من الطلاب على منحة جامعية، خبرينا شوي عن هالجانب أيضا. طبعا نحن نسعى دائما بمخاطبة المؤسسات التعليمية والجامعات بأن نحصل على منحة جامعية لأبنائنا الأيتام، أو على الأقل تخفيض من في 50%، أو وفي تعاون من قبل الجامعات. نعم، في تعاون في الجامعات الحمد لله. فبالتالي نحن نساهم في تعليم هذا الابن اليتيم، والمجتمع ايضا يساعدنا في ذلك. وهي جهود ان شاء الله مباركه، نتمنى ان يعني تستمر، ونتمنى تعاون جميع افراد المجتمع. لدينا 1700 طالب، نتمنى ان نوفر هذا لهم فقط في مدينه الشارقه. ايوه نعم. نعم. نتمنى ان شاء الله ان يعني نوفر لهم كفاله تعليميه لكل طالب. وصلنا الحين ل 644 طالب كفاله طالب علم. نعم. عبر مشروع علم بالقلم. نتمنى ان العدد يزيد ان شاء الله ويكتمل إن شاء الله. باذن الله، خصوصا نحن مقبلين ايضا على عام دراسي. نعم. جديد بعد اقل من شهر، يعني اسبوعين على العام الدراسي. نعم. الجديد باذن الله. نحن نتمنى ما نوصل للعام الدراسي الجديد إلا اكتمل العدد بإذن الله، إن شاء الله، بس في مدينة الشارقة لكن أيضا في المدن التابعة لإمارة الشارقة. أستاذة مريم، سؤال أخير. ذكرتي لي يمكن قبل نبدأ اللقاء أن أنتم متواجدين في كل المعارض. نعم. متواجدين في كل الأنشطة اللي تقام ربما في الإمارة وخارج الإمارة للتعريف. نعم. وكذلك أيضا رفع درجة الوعي عند الجمهور بهذا البرنامج. نعم. عادة كيف يكون الإقبال؟ وين تكونوا متواجدين عادة؟ نحن نسعى دائما أن نتواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة. والمستشفيات وأي جهة يعني، أو من المعارض، معارض سواء معرض إكسبو أو المعارض الأخرى التي تقام في إمارة الشارقة. نقوم بحملات تعريفية عن المؤسسة وعن المشروع كافل ومشروع علم بالقلم. نتمنى يعني استقطاب أكبر عدد من المتبرعين ومن الداعمين للمؤسسة وللأبناء الأيتام. طبعا المشروع، مشروع علم بالقلم، لفتة جميلة عندما نتحدث عن مشروع كافل للكافل الذي يأتينا لكفالة اليتيم. ونحدث عن مشروع علم بالقلم، يعني نجد الحمد لله تجاوب كبير من هؤلاء الكفلاء ومن هؤلاء المتعاونين معنا. نعم. جهودنا مستمرة في يعني المعارض، في التواجد بشكل، ترويجي للمؤسسة وللمشاريع، من أجل خدمة أبنائنا الأيتام. نعم. جزاكم الله ألف خير. بالتأكيد أستاذة مريم، هذا عمل فيه مجهود كبير يبذل من أجل الأبناء الأيتام بالتأكيد في إمارة الشارقة، وكذلك أيضا يساعد كثيرا ذوي هؤلاء الأيتام. جزا الله ألف خير بالتأكيد. كل كذلك أيضا الجهات اللي تتعاون مع مؤسسة شارقة للتمكين الاجتماعي، والأفراد كذلك أيضا اللي يساهمون في هذا المشروع أو المشروعين اللي تكلمنا عليهم اليوم، واللي حاب يتعرف أكثر مثل ما ذكرت سابقا على هالمشروعين، سواء كان مشروع كافل أو هالبرنامجين، عفوا برنامج كافل وكذلك أيضا برنامج علم بالقلم، بإمكانه أنه يزور بالتأكيد الموقع الإلكتروني لمؤسسة شارقة للتمكين الاجتماعي، أو حتى عبر الأرقام اللي ذكرناها بإمكانه يقدم المساهمة. مواقع التواصل الاجتماعي بعد ومواقع مليئة. التواصل الاجتماعي نذكر بس الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي. التمكين ALTMKEEN. التمكين. التمكين هذا موجود على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكانكم أيضا تتواصلون تتعرفون على البرامج أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. عموما كل الشكر لك أستاذة مريم الضنحاني، تنفيذي اتصال مؤسسي بمؤسسة شارقة للتمكين الاجتماعي. شكرا أستاذة مريم. شاكرين لكم بعد هاللفتة الطيبة واللقاء.